صاريك حارب شباب، معكم شركيال بشركة كيجا، لكم فيديو جديد. صار شباب فيديو اليوم راح اشرح كاتسين بلود اوف ذا ديد بالتفصيل، ابيكم تفتحوا مخكم معي لانه الكاتسين معقد والاشياء اللي راح اتكلم عنها كمان معقدة، في اشياء عن الدائرة وفي اشياء عن انه كيف بيضلوا يعيدوا الاحداث واشياء كتير، فابيكم تفتحوا مخكم معي 100%. طبعا الاحداث اللي صارت بالكاتسين واللي راح اشرحها هي بعد ريفيليشن وقبل ريفيليشن بنفس الوقت، بعد شوي راح تفهموا. فيمكن معظمكم وعدد جدا كبير منكم وانا كنت مفكر انه الاحداث هي عم بيورجونا شو صار بعد تسبونوشيما، بعد ما قتلوا تاكيو وراحوا على مؤتد اخذوا انابيب الدم ورجعوا بعدين كملوا جوردو كروفي وريفيليشن. انا كنت مفكر انه هي الاحداث، بس لا، هي الاحداث بعد ريفيليشن، بعد ما قتلوا شادو مان، بعد ما دكتور مونتي رجعهم للمعركه العظمى، هالاحداث كلها بعد ريفيليشن وبنفس الوقت قبل ريفيليشن. مثل تركم شوي وراح تعرفوا الاحداث هي مو نفس الاحداث اللي شفناها ببلاك اوب 3 او التايم لاين او الكوميك، هون الاحداث غير وراح ادخل بالتفاصيل بعد شوي، لا تخاف راح اتكلم عن كل شيء. طيب خلنا نبلش اول شيء بالكاتسين. الكاتسين اول شيء بنشوف انه الشخصيات كانوا بمثل نفق وراء احد الغرف او احد الزنزانات بموب اوف ذا ديد او سجن القطراز، فراحوا وشقوا اللوحه وبعدين طلعوا من هاللوحة وكانوا جوا، انه اللوحة هي كانت جوا زنزانة وزنزانة هي كانت مفتوحة. Was stumbling around in total darkness part of plan. You give us the fire, we'll give them hell. Do not speak so lightly of hell. Easy tech. I didn't mean the real thing. Gentlemen, we are here. طبعا اللوحه هاي كانت موجوده بموب اوف ذا ديد ببلاك اوبس 2، وكان في احد خطوات اللغز انك تجيب التوماهوك وترميه على اللوحه هاي، وبعدين في قطعه راح توقع ورا هاللوحه تروح بالافتر لايف وتاخذها. فنفس اللوحه بالضبط نفس المكان، بس بموب اوف ذا ديد ببلاك اوبس 2 كان المكان اللي فيه اللوحه الزنزانه مسكره، بينما هون مثل ما شفتوا الزنزانه كانت مفتوحه، فهذا تغيير بسيط. اوكي، المهم ريكتوفن لما شال اللوحه وطلع هو والشخصيات كان مستغرب شوي، انه قال المفروض نحن حاليا نكون موجودين باللاب، او المفروض هون اللاب، بس انه من تعبير وجهه من كلامه نحس انه مستغرب. Is this way, if you please. وفعلا لو نشوف الاحداث اللي صارت بالكوميك لما شخصيات من جيتسبو نوشيما اجوا لعند ريكتوفن بموب اوف ذا ديد، فتحت فتحه زمنيه او بورتل وعلى طول كانوا باللاب ورا ريكتوفن وتكلموا معاه واخذوا من انابيب الدم، بينما هون لا، راحوا لمكان غريب وبعدين طلعوا من الشقة واللوحة وطلعوا منها وشافوا انه السجن وفي ناس ميتين وفي شيء غريب، الاشياء مو ماشيه بشكل طبيعي. المهم بعدين ريكتوفن حكى لباقي الشخصيات امشوا معاي خلنا نكمل ونوصل على المختبر او على اللاب، ففعلا كملوا مشي ووصلوا للمختبر، وبس وصلوا هنيك لقوا ريكتوفن قاعد عم يقرا كتاب الكرومونيوم. فالمهم اجوا عنده وكان ريكتوفن على بقى الكتاب وكان في اربع برادات، هالاربع برادات كان موجود فيها شخصيات ترانزيت، شخصيات ترانزيت كانوا موجودين بالاربع برادات هاي. You're late. Doctor? Doctor? Is there a problem? Two for each of them. Survival depends on it. Yeah. You remember? So much to do. A vessel for Maxis. The opening of the gateways. Are you sure you're not getting confused? طيب الحين خليني احكي لكم الاحداث اللي صارت بكل من الكوميك وبلاك اوب 3 والخط الزمني او التايم لاين للزومبي، هالاحداث كلها نفس الشيء، بس هون اللي صارت عندنا ببلود اوف ذا ديد واللي راح تصير ببلاك اوب 4 راح تكون شيء مختلف وراح راح تفهموا ليش. فبالاول خليني احكي لكم مراجعه بسيطه شو اللي صار بالتايم لاين والكوميك وبلاك اوب 3. فالمهم بالكوميك او البلاك اوب 3
عنا ريكتوفن ألتيمت ريكتوفن. هذا ريكتوفن اللي موجود من المختبر، خلنا نسميه ألتيمت ريكتوفن. هذا ريكتوفن أخذ عينات دم لكل من سيل وفان من شخصيات موب أوف ذا ديد. راح أخذ عينات دم منهم وأخذ العينات دم هدول وراح لعند ريكتوفن أوريجينز أو ريكتوفن بريمس، كان نايم شفناه بالكوميك، دخل لعنده ببورتل، إجا لعنده وعطى نبيب الدم هدول وحكى له راح تحتاجهم بيوم من الأيام، هل أنبيب أو هل دم راح يحميك. فالمهم بعد هيك ريكتوفن هاد بنفس الوقت هاد كان قاعد عم يتكلم مع شخصية ستولينجر من شخصيات فيكتس أو شخصيات ترانزيت. ستولينجر كان يأكل لحم زومبي فكان يقدر يسمع ريكتوفن لأنه بداك الوقت كان ريكتوفن المتحكم. فالمهم كان ريكتوفن ألتيمت ريكتوفن الموجود عندنا بالمختبر كان يتكلم مع ستولينجر وكان يبي من شخصيات ترانزيت هدف واحد، إنه يجيبوا له الكتاب الكرومونيوم من الأرض الفاضية أو الـ Empty Earth. فكان يكلم ستولينجر يروح من مكان لمكان، وكان احيانا ستولينجر مو انه ما يرد عليه، كان الكرو اللي مع ستولينجر اللي هم باقي شخصيات ترانزيت ما يردوا عليه. فبهالوقت ريكتوفن مضطر يسوي شيء يجبرهم يتحركوا. فشو كان يسوي؟ كان قاعد يتحكم بزومبي ريكتوفن شفناه بالكوميك، كان يخلي هالزومبي ريكتوفن يروح يلحقهم من مكان لمكان، هو مع عدد من الزومبي يجبرهم انهم يتحركوا من مكان لمكان حتى يروحوا يجيبوا له الكتاب ويجيبوا له اياه للاخير. فالمهم فعلا اللي شفنا باجزاء الكوميك رحله شخصيات ترانزيت على مدى 6 اجزاء كوميك، اخر شيء فعلا راحوا جابوا الكتاب ولما كانوا بالارض الفاضيه كانوا مثل الزومبي محاصرهم كل مكان، راحوا لعند الاله اللي اجوا منها حطوا ابر بايديهم مشان كان الاله هاي لازم تسحب دم منهم لتوديهم، فحطوا ابر بايديهم وهالاله فعلا سحبت منهم دم بس ما ودتهم لمكان، وكان خلاص الزومبي عم يهجم عليهم فاضطروا انه يشيلوا الابر من ايديهم ويهربوا، وبعدين ريكتوفن فتح لهم بوابه زمنيه وراحوا لعنده. المهم الاله هاي سحبت منهم دم، فلما سحبت منهم دم اجى الزومبي ريكتوفن اللي يتحكم فيه التيمت ريكتوفن، اجا اخذ عينات دم لشخصيات فيكتس، اخذ عينات دم منهم وبعدين راح التيمت ريكتوفن اتقابل مع زومبي ريكتوفن واخذ منه عينات دم شخصيات ترانزيت. ليش اخذ عينات دم شخصيات ترانزيت؟ لانه عينات دم شخصيات ترانزيت راح يستعملوها كل من ديمسي تاكيو ونيكولاي عشان ما يموتوا عشان يضلوا عايشين. ريكتوفن اوريدي عنده انابيب دم شخصيات موب أوف ذا ديد ما يحتاجهم، بس ريكتوفن نفسه شخصيات بريمس لما مشوا مع بعض لدير ايسندراخ وديتسبونو شيما وذا جاينت صار شوي حاس بعلاقه مع باقي الشخصيات، انه شوي قلبه انه اول شيء كان بس يبي يستعملهم ليسوي اللي يبي، بس بعدين انه زعل عليهم فكلم التيمت ريكتوفن قال له انه ابي هالمجموعه اللي معي ما تموت كمان وتضل موجوده، فمشان هيك راح التيمت ريكتوفن سوى هالشيء والتقى مع زومبي ريكتوفن يجيب انابيب دم شخصيات ترانزيت ويعطيها لكل من ديمسي تاكيو ونيكولاي. فالمهم الالتيميت ريكتوفن عنده انابيب دم شخصيات فيكتس وشخصيات ترانزيت او فيكتس اخذت الكتاب وريكتوفن فتح لهم بوابه اجوا لعنده على المختبر تحت موب اوف ذا ديد اخذ منهم الكتاب. فالمهم بعد ما اخذ منهم الكتاب وعنده انابيب دم وكل شيء راح ريكتوفن حكى لشخصيات ترانزيت شو بدكم اسوي فيكم الحين؟ بدكم اوديكم لاي وعد من الابعاد انا جاهز، او بدكم ادخلكم بنوم طويل وبس العالم كله يضبط وما في زومبي وهيك اصحيكم؟ فشخصيات ترانزيت قالوا له لا اوكي ما في مشكله نبي ننام بنوم طويل وبس الامور كلها تصير كويسه وما في اي زومبي صحينا. ففعلا دخلهم ببرادات ودخلوا بنوم طويل. بعد ما دخلوا بنوم طويل دخل عليهم او دخل على ريكتوفن شخصيات بريمس اللي هم الشخصيات اللي اجوا من زيتسوبونوشيما اجوا لعند ريكتوفن تحت موب اوف ذا ديد واخذوا من عنده انابيب دم شخصيات ترانزيت. هاي انابيب الدم راح يستعملوها كل من مثل لكم ديمسي تاكيو ونيكولاي مشان يضلوا عايشين، واخذوا منه انابيب الدم بعدين رجعوا لزيتسوبونوشيما وكملت الاحداث بعد زيتسوبونوشيما جورد كروفي بعد جورد كروفي ريفيليشن وبعدين شربوا انابيب الدم ورجعوا للمعركه العظمى وانابيب الدم حمتهم رجعوا للمعركه العظمى. لو ما كان عندهم انابيب الدم كانوا راح يموتوا. فالمهم هاي الأحداث كلها اللي خبرتكم عليها هي الأحداث اللي صارت بكل من بلاك أوب 3 والتايم لاين والكوميك. هون عنا الأحداث مختلفة كليا ورح تشوفوا الحين الاختلاف. أول شيء بالكوميك الفتحة الزمنية اللي إجوا منها شخصيات
بريمس من زيتسبو نوشيما اجت على المختبر على طول واجوا ورا ريكتوفن على طول, وريكتوفن قابل مع ريكتوفن وكانوا فرحانين او يعني مبسوطين انهم قابلوا بعض. وبعدين عنا شخصية ديمسي راح وقاعد يشوف انه في ناس نايمين جوا البرادات. اللي صار عنهم بالكاتسين انه اول شيء مثل ما شفته بالبداية ريكتوفن كان مستغرب انه ما اجى على المختبر على طول, اجوا بمكان تاني بموم اوف ذا ديد بعدين كملوا مشي على المختبر. هي اولا هاي شيء غير. ثاني شيء اللي راح وشيك على الشخصيات بالبرادات كان نيكولاي, راح شاف ميستي ما كان ديمسي. بعدين ريكتوفن اللي هون شو اسمه حكاله لريكتوفن اللي جاي من زيتسبو نوشيما حكاله انت متأخر, بينما بالكوميك حكاله اجيت بالوقت المناسب. You're late. Doctor. بالكوميك حكاله بالضبط اجيت بالوقت المناسب اهلا فيك, هون حكاله انت متأخر ليش تأخرت. بعدين ريكتوفن اللي هون ألتيميت ريكتوفن كان متلبك ومو عارف شو يحكي وهيك, راح عطى انابيب الدم حكاله انه اذا بدكم تعيشوا لازم انه بقائكم مضمون على انابيب الدم هاي, وباقي الكلام انت بتعرفه خلاص, يلا انا مضطر روح خد هالكتاب اللي هو الكارمونيوم اقرأه. بعدين راح رد عليه ريكتوفن بريمس اللي جاي من زيتسبو نوشيما حكى له بس انا اوريدي قارئ الكتاب وبعرف شو اللي لازم اسويه. رد عليه ريكتوفن ألتيميت قراه مره ثانيه وبعدين راح على بوابه زمنيه. فالمهم ريكتوفن لما فتح عم يقرا الكتاب شاف انه الكلام اللي بالكتاب متغير, شاف انه الصفحات والكلام اللي موجود كله متغير. الكتاب الهرمونيوم اللي ما يعرفه هو كتاب قديم له علاقة بالسحر وهيك. فهذا الكتاب الشخص اللي بيقرأه بيشوف تاريخ حياته, مو بيشوف تاريخ حياته اللي صار, بيشوف اللي شو اللي رح يصير فيه بالتاريخ بالكذا. فالكتوفن قبل قارئ وشايف شو الأشياء اللي لازم يسويها ليكمل السايكل, ليكمل الدائرة وليروح جوردي كروفي بعدين ريفيليشن وبعدين عاد فيهم الزمن. فالكتوفن كان عم يمشي ورا هالكتاب مشان يسوي هالأشياء. وهالكتاب بحاكي له انه ارجع لعند الموب اوف ذا ديد خد انابيب الدم بعدين روح لريفيليشن بعدين عفوا جوردي كروفي بعدين ريفيليشن وكل شيء. بينما هلا لما بيقرا الكتاب الاشياء تغيرت, قاعد يحكي له دمنا انه دمي دمنا شو هالكلام ليش متغير, وكان معصب لانه هو كان ماشي على خطه ففجاه شاف انه هالخطه كلها تغيرت والكلام كله تغير وراح معصب مسك الكتاب ورماه على ريكتوفن ألتيميت. كان ريكتوفن ألتيميت طالع من بوابه زمنيه ورايح. You're late. Doctor. Doctor? Is there a problem? Two for each of them. Survival depends on it. Yeah. You remember? So much to do. A vessel for Maxis. The opening of the gateways. Are you sure you're not getting confused? You'll be needing this. The Chronori. But I've already read it. Read it. Again. What is the meaning of this? The pages have changed. They, our blood, my blood. You cannot possibly expect me to let this happen. You son of a bitch! Okay, هون الشيء اللي أبيكم تركزوا فيه معاي. ألتيميت ريكتوفن, ريكتوفن الموجود باللاب اللي شفناه بالكوميك واللي هو المفروض نفسه اللي راحوا شخصيات قابلوه بعد زيتسبو نوشيما ببلاك أوب 3, كان عنده انبوبين دم إله هو بده يستعملهم وموجودين على التيشيرت تبعه مثل ما شايفين بالكوميك. بينما ريكتوفن اللي شفناه ببلود اوف ذا ديد ما عنده انابيب الدم هدول, ما عنده انابيب الدم, يعني هو غير ريكتوفن الموجود بالكوميك. وريكتوفن اللي شفناه ببلود اوف ذا ديد كان تعامله كيف كان يتكلم مع شخصيات من الكلام مثل ما اترككم شوي غير اللي بالكوميك. شفنا بالكوميك انه كان يتكلم معهم باسلوب غير كليا. فريكتوفن هاد هو مو المفروض ريكتوفن اللي قابلوا معاه شخصيات بريمس اللي جاي من زيتسبو نوشيما. هذا ريكتوفن إجا أخذ مكان ريكتوفن هداك. فريكتوفن هاد هو ريكتوفن من بعد ريفيليشن. هذا ريكتوفن بيعرف أحداث ريفيليشن, وممكن كمان هو يكون ريكتوفن يلي لعبنا فيه بريفيليشن, اللي لعبنا فيه ببلاك أوبس 3 كلها من زيتسبو نوشيما لجورد كروفي جيرايسن دراخ ريفيليشن. ممكن هذا ريكتوفن نفسه مشان هيك أنا بجيب الدم عنده إياها فاضي لأنه هو استعملها وشربها ورجع لبريمس بعدين سوى شيء إنه لا يروح للمستقبل أو يرجع للماضي. المهم إنه سوى شيء معين ليجي ويقابل نسخة ريكتوفن تانية عنه قاعدة تسوي نفس الشيء اللي هو سواه قبل, انه يمشي ورا الدائرة ويروح لريفيليشن ويعد الدائرة من هالكلام. راح لعند ريكتوفن هذا التاني
ويبي انه هذا ريكتوفن الثاني يكسر الدائره، يسوي شيء معين، يغير الاحداث، يكسر الدائره. فريكتوفن هذاك سوى شيء معين، ما ندري شو هو، سوى اشياء معينه خلت انه الكتاب او محتوى الكتاب يتغير. مشان هيك لما شفنا ريكتوفن اجى وقاعد يقرا الكتاب شاف انه الكتاب كله غير. اللي ما يعرف كتاب الرومونيوم يتغير على حسب القارئ اللي يقراه. الكتاب هذا مجرد ما واحد يقراه راح يحكي له شو الاشياء اللي راح تصير معاه بالمستقبل بالتواريخ بكل شيء. انت بالتاريخ المعين راح يصير معك كذا 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 كذا. فريكتوفن ريكتوفن اللي شفناه ببلاد اوف ذا ديد، مو التمت ريكتوفن، لا ريكتوفن البريمس، كان اوريدي قارئ الكتاب ويعرف الاحداث كلها اللي هتصير ويعرف شو الاشياء اللي لازم يسويها، وقاعد يمشي ورا الخطه المكتوبه على الكتاب اللي هي انه يروح ياخذ انابيب الدم من ريكتوفن مو اوف ذا ديد، بعدين يروح يقتل كل الشخصيات الكبيره منهم اللي شفنا ديمسي بدي راس اندراخ تاكيو بتسبو، وبعدين بده يكمل على نيكولا جورد كروفي، وبعدين ريفيليشن. فقاعد يمشي هو ورا الخطه، بينما اجى هاد ريكتوفن اللي هو اوريدي صارت مع احداث ريفيليشن اجى وغير الاحداث. مشان هيك اجينا لما شفنا ريكتوفن قاعد يقرا الكتاب شاف انه الاحداث تغيرت، وقاعد يحكي انه دمي دمنا، كيف تتوقع مني اني اتقبل هالشيء؟ ومسك الكتاب ورماه على ريكتوفن التيميت، بس ريكتوفن التيميت كان طالع من البورتال وخلاص رايح. فهاد معناته انه الاحداث حاليا تغيرت، الاحداث مو على حسب الكتاب، الاحداث مو على السايكل، مو على الدائره. الاشياء اللي قاعده تصير حاليا اشياء قاعده تكسر الدائره، وهالشيء جدا جدا خرافي. ومن شادو اوف ايفل كان عندنا شفره سريه، هالشفره بتدلنا على هالكلام وبتدلنا عن هالشيء اللي هيصير. شفره سريه بشادو اوف ايفل بتقول اور ثوت ذي نو ذا واي بريمس ويل فيل. صحيح انه مجموعه بريمس بيعرفوا الطريق الصحيح بس رح يفشلوا، ومثل ما شفنا هون فعلا فشلوا. اللي شفناه ببلاك اوب 3 انه ما فشلوا، مشوا على حسب الخطه تماما وراحوا ومشوا السايكل وعادوا الزمن، بينما النسخه اللي قاعدين نشوفها حاليا ببلود اوف ذا ديد فشلوا لانه ما كملوا على الدائره، الدائره عندهم انكسرت وشفنا انه الاحداث كلها تغيرت، المفروض يرجعوا لتسبو نوشيما ويكملوا الاحداث، بينما هلا هم عالقين ببلود اوف ذا ديد وفي زومبي. بلود اوف ذا ديد المفروض ما فيها زومبي، الموب اوف ذا ديد فيها زومبي. موب اوف ذا ديد هي نفس منطقه بلود اوف ذا ديد بس ببعد تاني، بعد مثل بعد جهنم بيتعذبوا فيه شخصيات موب اوف ذا ديد للاغلاط اللي سووها، بينما بلود اوف ذا ديد المفروض مكان البعد اللي هم فيه ما في زومبي، بس هلا صار شيء غلط، السايكل انكسرت، مشان هيك قاعدين نشوف زومبي وبروتوس والاحداث كلها تغيرت. وبعدين اجى بروتوس ومثل خبط الفتحة الزمنية وخلاص صاروا الشخصيات محبوسين بموب اوف ذا ديد او ببلود اوف ذا ديد او سجن القطراز. ولو بتلاحظوا لما بروتوس اجا وسكر البورتل طلع انيميشن مثل كأنه تكسير ازاز او شيء معين. هذا نفس الشيء اللي صار بجاينت. هذا الشيء معناته انه لما اجى بروتوس وسكر الفتحة الزمنية هذا فعلا شيء خلى السايكل ينكسر وخلت الاحداث تتغير وخلت ابعاد تانية يتغير الاشياء اللي فيها والاحداث تتغير فيها وساوت ابعاد تانية اكتر واكتر. هالشيء يغير كتير بالعالم. فحاليا شخصياتنا هم بعد ديتسبو نوشيما قبل جورد كروفي، عندهم السامرين كي. السامرين كي فيه روح ديمسي، فيه روح تاكيو، وفيه روح شادو مان. شادو مان موجود روحه لسه بالسامرين كي، ما طلعوه ما قتلوا لسه جورد كروفي ولسه ريفيليشن ما صار. وغير هيك شخصياتنا للحين ما بيعرفوا مين دكتور مونتي. دكتور مونتي تكلم مع شخصيات بجوردو كروبي وشافوه بريفيليشن، بينما هون ما بيعرفوا شيء عن دكتور مونتي، ما تكلم معاهم دكتور مونتي. ففي اشياء جدا مجنونه ممكن تصير. وهلا كمان ريكتوفن يمكن ما يمشي على الكتاب الكرومونيوم لانه مثل ما شاف الكتاب صار فيه كلام جدا مجنون وكلام غريب، فممكن هلا يسوي الاشياء من نفسه وما حد يعرف الاشياء اللي راح تصير بالمستقبل او ما عنده خطه معينه يسويها. فهاد معناته انه عم بيكثر الدائره، ما عم بيمشي ورا الكتاب، ما بيمشي ورا الاشياء المكتوبه له بالكتاب، لا عم يسوي اشياء من راسه. وهالاشياء رح تكسر الدائره وما رح يضلوا بنفس الدائره يعيدوا ريفيليشن بعدين يرجعوا للحرب العظمى بعدين اوريجينز بعدين كذا، لا هالاحداث هالمره رح تتغير. واخر شيء عنا مثل وصف ما بلود اوف ذا ديد من كول اوف ديوتي نفسهم على الكاتسين اللي حطوه، الوصف كاتبين انه بنفس المكان اللي كانوا فيه شخصيات موب اوف ذا ديد وكذا وكذا، الحين عنا شخصيات بريمس موجودين بنفس المكان، وكتبوا بالخط العريض مثل ما راح اقول حاليا،
وحاليا شخصياتنا اكتشفوا انه الخطة المكتوبة لهم بالكتاب الحين بخطر او تغيرت. يعني الكلام كله كنت احكي لكم اياه هم كول اوف ديوتي نفسهم حكوه انه الخطة المكتوبة بالكتاب تغيرت او في خطر انه ما فيهم يمشوا عليها. وبعدين حكوا انه راح يواجهوا مثل شر قديم كان عم يلاحقهم, وهذا الشر راح يحاول انه يحبسهم بهالمكان للابد. واظن الشر هذا هو الشادو مان, انه شادو مان موجود عندهم بالسامرين كي, وانه شادو مان يعني نوعا ما شيطان وبلود اوف ذا ديد وعيون زومبي حمر, وما ادري احس انه هو شادو مان اللي قاعدين يتكلموا عنه انه هذا الشر راح يحاول يحبسهم بهالمكان للابد. فاي يا شباب هذا هو تحليل بلود اوف ذا ديد كامل, اتمنى يكون عجبكم التحليل. اتمنى اذا واحد عنده اي اراء زياده يفيدنا بالكومنت وتكتبوا لي شو رايكم بالتحليل اللي حكيته هاد. اتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك, اتمنى يوصل فوق 4000 لايك لانه اقسم بالله جدا جدا تعبني الفيديو هاد, جدا صوتي مبع وانا قاعد اتكلم انه قاعد كل شوي اتكلم بعدين لا امحي الكلام اللي حكيته اضبط فيه. فاتمنى تدعموا الفيديو بزر اللايك وتشاركونا بالكومنت مثل ما خبرتكم, واشتركوا بالقناه وفعلوا التنبيهات لانه فيديوهات زومبي جاية اكتر واكتر ان شاء الله. فاي بس كلمكم شركيال وشركة كيش كوميديهات تاني ان شاء الله. مع السلامة.